أنا ولدت في البصرة في منطقة اسمها الجمهورية. لما كان عمري 4 سنين انتقلنا. طبعاً لما كان عمري 4 سنين للأسف توفى والدي. كان صغير بالعمر الحقيقة بس سكتة قلبية. فانتقلنا من الجمهورية إلى منطقة السيمر اللي هي المركز القديم للبصرة. مكان جميل جداً. وهناك رحت للابتدائية مدرسة ابتدائية أنا أعتقد اسمها أبي فراس الحمداني الابتدائية. ثم بعد الابتدائية انتقلنا إلى زبير ورحت إلى مدرسة الحسن البصري المتوسطة الحسن البصري. وبعد المتوسطة الحسن البصري إلى ثانوية الزبير من البنين. خلصت الثانوية هناك. طبعاً من حسن حظ الحقيقة في الابتدائية وفي المتوسطة وفي الثانوية. بس بشكل عام يعني كان المستوى التعليم بالعراق ممتاز جدا حقيقة. ما أحب العلوم الطبيعية الفيزياء والكيمياء والأحياء وكذا. بس أحب الرياضيات وبالذات الجبر. الجبر لأنها لها علاقة بالمساواة. يعني لاحظ أنت في عند الإغريق مثلا أيام الديمقراطية أثينا كانوا ما يعلمون الشعب الجبر بس للنخب السياسية. لأن الجبر إلى علاقة يعني بالمساواة. أنت يعني المعادلات الجبرية لازم تكون متساوية الطرفين وإلا ليست بمعادلة جبرية. فما كانوا يعلمون الشعب الجبر. بعد الثانوية طبعا كان في اثناء الحرب العراقيه الايرانيه ففكرت في مستقبلي بانه يعني الحرب وتستمر الحرب والامور هذه كلها. فقررت ان انا اترك العراق واروح خارج العراق ادرس رغم ان انا كنت مقبول بالجامعات العراقيه. بعد ما تركت العراق اتجهت بشكل عام الى المانيا الى فرانكفورت. والتاثير يعني المباشر اللي خلاني أتجه إلى دراسة العلوم السياسية والاقتصاد السياسي جزء منه كان بسبب يعني الجو العائلي. يعني مثلا أخوي الكبير والدي الله يرحمه كان عندهم يعني خلينا نسميه انتماء أو تعاطف أو شيوعي في ذلك الوقت. فكانت الكتب موجودة وكذا. أنا ما كنت أهتم فيها لما كنت صغير مراهق. كنت أحب الكرة القدم والموسيقى بس بشكل غير مباشر أو بلا وعي خلينا نقول أثرت علي. فبالتالي اختياري للعلوم السياسية والاقتصاد السياسي دراسة السياسة والحكم والفكر السياسي والاقتصاد السياسي ونظرية الدولة وكذا. أنا أعتقد هذا الجزء الآخر منه كان بسبب الوضع في العراق. يعني أنا أفهم ليش الحروب والمشاكل في العراق والانقلابات وعدم الاستقرار. وبالرغم من العراق يعني دولة غنية جدا تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة. يعني ممكن تكون دولة عظمى مو فقط دولة إقليمية. فهذا أنا حبيت أفهمه شنو أسبابه شنو خلفياته وهكذا. فدرست في فرانكفورت درست علوم سياسية اختصاص كان اقتصاد سياسي ونظرية الدولة والفكر السياسي. و خلصت طبعا البكالوريوس والماجستير هناك. ثم قدمت على الدكتوراه ايضا. طبعا كان لازم اتعلم الماني اول شيء. تعلمت اللغه الالمانيه قبل ما اقدم على الدكتوراه في المانيا. في ذلك الوقت كان النظام يختلف عن الان. الان اذا تريد تدرس دكتوراه لازم يكون عندك لغتين الماني وانجليزي او الماني وفرنسي مثلا. بس في ذلك الوقت لما قدمت على الدكتوراه يعني في نهايه التسعينات كان المطلوب منك أقل شيء 4 لغات. فأنا كان عندي ألماني وإنجليزي وعربي. كان ناقصنا اللغة الرابعة. فكنت أنا وبعض الأصدقاء الطلاب الألمان أثناء البكالوريوس والماجستير كنا نروح بالعطلة الصيفية إلى إسبانيا ونتعلم ناخذ كورسات لغة حتى يكون عندنا لغة رابعة من اللحظة اللي نقدم على الدكتوراه نكون يعني موفين شروط اللغات. وبالفعل فدرسنا اسباني كلغه رابعه ولما قدمنا على الدكتوراه كانت مستوفيه الشروط عندنا. فاللي سويته انا في الدكتوراه كنت اكو نظريه جديده كانت بالاقتصاد السياسي اسمها ريجوليشن ثيوري اللي هي نسميها نظريه التنظيم. ف
حاولت اني انا اطور النظريه هذه، لان النظريه هذه استخدمت في دراسات خلينا نقول في اوروبا، في امريكا الشماليه، في اليابان وغيرها، ولكن لم تطور بشكل بانها تتناسب مع دراسه خلينا نسمي اقتصادات ودول خارج المراكز، يعني مثلا خلينا نقول امريكا الجنوبيه، افريقيا، الشرق الاوسط وهكذا. فكانت فكرتي ان انا اطور النظريه، اطور مفاهيم النظريه، يعني اضيف عليها بحيث يصبح بالامكان استخدامها يعني كاداه تحليليه لسياسات التنميه، شكل الدوله في المنطقه العربيه. وهي هذا كانت طبعا الدكتوراه مالتي. وبعد الدكتوراه نشرت كتاب هو اسمه يعني حول نظريه التنظيم وسياسات التنميه والدوله في المنطقه العربيه. بعد ما خلص الدكتوراه جامعه فرانكفورت نفسها طلبت مني انا احاضر في الجامعه، فبديت احاضر في جامعه فرانكفورت الى 2006. بس قبل 2006 انتقلت من جامعه فرانكفورت الى جامعه يورك في كندا. جامعه يورك قدمت لي عرض، وكنت اريد ادرس بالانجليزي ايضا واكتب بالانجليزي وانشر بالانجليزي، لان يعني المجال والمدى بالنسبه للانجليزيه اكبر بكثير من اللغه الالمانيه. يعني 11 سبتمبر وما يسمى حرب على الإرهاب، أنا سميتها حرب الإرهاب واحتلال العراق. طبعا بدأت سلسلة من المقالات حقيقة قبل احتلال العراق في شهر 12 2002، كتبت مقال مطول حول تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق، وكنت معارض حقيقة للاحتلال الأمريكي. وكان هناك مؤتمر في شهر 2 2003، يعني شهر ونص تقريبا قبل الاحتلال، وكان في أطراف المعارضة العراقية، ما تسمى المعارضة العراقية، وكلها كانت تحاجج باسم الديمقراطية والتحرير. أي أنا كنت معارض لهذا، أنا معارض يعني أيضا كنت معارض إلى يعني سياسات صدام حسين يعني وأخطاء، ولكن أيضا في نفس الوقت معارض إلى الاحتلال الأمريكي وما تسمى المعارضة العراقية، الإسلام السياسي بشقيه، يعني الحزب الإسلامي والتشيع الفارسي اللي جاء خلف الظهر الدبابة الأمريكية. فنزلت كتاب في وقت في ذلك الوقت أيضا بالألماني، كان اسمه السياسة ما بعد ما تسمى الحروب الصليبية. الحروب الصليبية هذه استخدمها بوش لم بحرب على العراق، سمى الحروب الصليبية The Crusade, War of Crusades، وكأنه يحاكي العقل الجمعي الأوروبي والغربي يعني بحقبة تاريخية للحروب الصليبية ماكو في منطقتنا. فأنا سميتها سياسة ما بعد الحروب الصليبية، وكانت تتحدث يعني عن تداعيات الحرب الإرهاب اللي أنا سميتها حرب الإرهاب، لأنها بالفعل قننت الإرهاب. لو تنظر أنت للعراق، إلى أفغانستان، إلى ليبيا، هي قننت الإرهاب كطريقة للتحكم والسياسة. يعني كنت أعالج التداعيات. ثم انتقلت إلى كندا، بديت أدرس في كندا في جامعة يورك أيضا في قسم العلوم السياسية، أدرس اقتصاد سياسي، نظرية الدولة وسياسات الشرق الأوسط. ثم بعد ما صارت يعني ما تسمى ثورات الربيع العربي في 2011 2012، وفي نفس الوقت كانت هنالك أيضا حركات احتجاجية
يعني تأثرت كثير بالربيع العربي مثل أكيوباي في نيويورك في أمريكا، والإنديجنادوس في إسبانيا، والسيريسا في اليونان. فسويت بحث حول هذه الثورات والاحتجاجات، فرحت إلى نيويورك وإسبانيا واليونان وكذا، ونزلت كتاب أيضا اسمه يعني ما بعد الثورات العربية وتأثيرها على أمريكا الشمالية وأوروبا. ثم طبعا كانت هناك حركات احتجاجية أيضا في العراق في 2010-2011، وأيضا احتجاجات كانت شبيهة بأكيوباي في نيويورك اللي صارت في الغربية في نهاية 2012 إلى نهاية 2013 قبل ما المالكي يهاجمها ويسقطها طائفيا ويفتح المجال لداعش تدخل حتى إيران تستحوذ على طريق استراتيجي اللي يربط إيران بالعراق بسوريا ولبنان إلى البحر المتوسط. فكانت مؤامرة حقيقة على العراق وعلى المحافظات الغربية. وأيضا في نفس الوقت يعني أنا يعني لو نرجع شوي للخلف في 2004 2005 شهر 11 2004 لما صارت يعني المجازر في فلوجة اللي يعني أنا وثقتها في 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 مقال كتبته إلى لجنة الحقوق الإنسان والديمقراطية في ألمانيا، ويعني اتهمت أمريكا وأيضا بريطانيا بلير بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واللجنة هذه في ألمانيا رفعت يعني دعاوى قضائية في بروكسل في المحكمة ضد بوش ورومسفيلد وبلير وكذا، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وبعض القضاة في أوروبا يعني حقيقة شجعان أخذوا القضية هذه، يعني حيث إذا أجا رومسفيلد أجا ما أعرف إيش إلى أسبانيا وإلى إيطاليا ممكن يتحاكم بهذه التهم يعني. فللأسف التدخل يعني أكثر من الاحتلال الأمريكي، التدخل الفارسي بالعراق، أنا ما أريد أقول إيراني لأنه إيران مجموعة من الشعوب مختلفة، العربي والكردي والبلوشي والأذري وكذا والفرس، فهو المشروع الفارسي حقيقة. تدخله في العراق هو أكثر تدميرا للعراق، لأنه دخل تحت الغطاء المذهب ونشر يعني خلينا نسميه الهيمنة الفارسية على العراق ومن ثم على سوريا ولبنان واليمن. هذا طبعا مشروع أكبر تدميرا للعراق، واستخدم للأسف المذهب، حاكى المذهب من أجل توظيفه لصالح يعني مطامع ومصالح استعمارية. ومع ذلك أنا حاججت في كثير من مقالات كتبتها عن العراق من 2002 إلى 2017، يعني كنت أكتب عن العراق بالألماني وبالإنجليزي عادة. ومع ذلك أنا قلت أنه في ذلك الوقت، حتى في ذلك الوقت يعني في 2006 و 2007 في خضم ما يسمى الحرب الطائفية، أنا قلت هذه مو حرب طائفية إنما حرب استعمارية، وأيضا ليست حرب أهلية، لأن إذا كان عندك محتل أنت أمريكي وإيراني فمن العبث تتحدث عن الحرب الأهلية. الحرب الأهلية عادة يعني بالتعريف السياسي هو صراع ما بين قوى اجتماعية على السلطة، صراع داخلي على السلطة، بينما أنت في العراق أنت في ظل احتلال. ولذلك أنا أيضا حاججت ضد ما يسمى الدستور 2005 اللي أنا سميته وثيقة محاصصة سياسية ليس له علاقة بالدستور بالمفهوم الفلسفي القانوني، إنما قنن وأضفى شرعية على الاحتلال الأمريكي وسحب الشرعية من تحت يعني المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي، وأضفى أيضا شرعية على الأحزاب هذه التشيع السياسي اللي أتت خلف الدبابة الأمريكية حتى تفرض سلطتها على العراق. فبالتالي هو ليس يعني ليس دستور، إنما وثيقة سياسية لتقنين هذه عرف المحاصصة وتفكيك الدولة العراقية والشعب العراقي، ونشر ثقافة يعني استعمارية تفكيك هوية الثقافية العراقية. فكتبت عن الموضوع هذا عدة مقالات يعني. وأيضا لما أنا كنت مبتعد حقيقة عن وسائل التواصل الاجتماعي، لأني يعني لأن معظمها للأسف هي تضليل ونشر أكاذيب وفكر مؤامراتي وتلفيق ونفاق وكذا، ولكن يعني ولكن مع ثورة تشرين يعني في 2019
قررت اني انا يعني اسوي حساب في التويتر وفي التليجرام وكذا حتى اساهم نوعا ما من خارج العراق بدعم الثورة ودعم الشباب. العراق هي يعني بالمعنى الحضاري هي أول دولة في التاريخ وأول مجتمع يعني وضع أسس المعرفة، الكتابة مثلا والقانون، وحتى فصل ما نسميه احنا اليوم يعني بالعصر الحديث ما نسميه فصل المؤسسة الدينية عن الدولة أيضا حتى في العراق أيام سرجون الأكدي مثلا. وأول مو بس أول إنما المجتمع الوحيد تاريخيا اللي أنتج أكثر من حضارة واحدة. يعني الحضارات الأخرى مثلا الرومانية الإغريقية الفرعونية إلخ أنتجت حضارات رائعة ولكن حضارة واحدة، بينما العراق أنتج على الأقل 5 حضارات مختلفة ما قبل الحضارة العربية الإسلامية وما بعدها طبعا. فهذا إن دل على شيء يدل على أن هذا المجتمع هو شنو اللي ينتج الحضارات هذه، مو يعني الطبيعة هي إن كانت هذه الطبيعة ولا شيء ميتافيزيقي خارج عن إرادة الإنسان، إنما المجتمع نفسه. فاللي خلى هذا المجتمع تاريخيا ينتج كل هذه الحضارات هو تنوع هذا المجتمع، تنوع الثقافي والديني والاجتماعي والعرقي ولكن في تاريخه يعني 7000 سنة الماضية على الأقل تاريخ مسجل، هذا التنوع كان مصدر قوة هذا المجتمع وخلنا نسميه جوهر هذا المجتمع أو روحه التاريخية، هي اللي خلت هذا المجتمع بتمازج وتطعيم خلنا نسميه ما بين كل هذه الثقافات واللغات هي اللي خلاها تنتج أكثر من حضارة. فبالتالي أنت تتحدث عن أرض وعن مجتمع وعن دولة وعن تاريخ بالفعل استثنائي يعني بعمر البشرية. أضف إلى ذلك لما ننطيها بعد آخر، بعد نسميه مطلق، راح تجد أن أيضا أصل جذور الأديان على الأقل الأديان الثلاثة السماوية هو في العراق. فإذا أنت بصدد مكان إلى استثنائية، فلما أنت تكون جزء من هذا المجتمع، جزء من هذه الأرض، تشعر دائما بأنك أنت عمرك 7000 سنة. يعني أمريكا عمرها 200 سنة مثلا أو كندا 150 سنة لكن لما تتحدث العراق أنت تتحدث يعني بعمق تاريخي يمتد إلى آلاف السنين، فتشعر بأنك أنت لك ظل في التاريخ يمتد إلى 7000 سنة، وهو هذا اللي يميزك عن أي إنسان آخر. هذا لا يعني بأنك تشعر بأنك أفضل من الناس، هذا لا، مو هذا القصد، إنما لك خصوصية، خلينا نسميها خصوصية ما يمتلكها أي إنسان آخر على وجه هذه الأرض. يعني بغض النظر عن العقود الأخيرة والمشاكل اللي صارت وهذه، هذه بالنسبة لتاريخ العراق لا شيء، يعني مجرد خلينا نقول همسة لا أكثر، وسرعان ما يعني مثل الغيمة وسرعان ما تنجلي. يعني أنت تنظر للتاريخ بعمق وبمدى بعيد راح تجد أن أكو خصوصية لهذا البلد ولهذا المجتمع، وهو هذا اللي يخليك في نفس الوقت تشعر بالأمل. يعني رغم المشاكل رغم الكوارث اللي مر بها العراق في تاريخه عبر هذه الألاف السنين، سرعان ما يستطيع هذا المجتمع أن يعيد يعني يوقف على رجله ويعيد بناء نفسه وبناء المجتمع وينتج حضارة. هذا هو ينطيك الأمل بأنه هنالك دائما أمل بهذا المجتمع بهذا الشعب أنه يعيد بناء نفسه ويعيد بناء حضارته.
أنا ولد بصرة، والبصرة أيضا لها خصوصية لأن هي الميناء الوحيد بالعراق، طبعا هو المدخل إلى الخليج العربي. فتاريخيا عادة هذه المدن يعني اللي يصير على البحر أو الخليج أو شيء من قبيل بها موانئ تكون بوتقة تنصرف بها عدة ثقافات وحضارات ولغات فلذلك تجد في البصرة مثلا يمكن أكثر نسبة خلينا نقول العراقيين من أصحاب البشرة السمراء، طبعا عنصريا للأسف احنا نسميهم بالعراق سود وهذا خطأ، أصحاب البشرة السمراء يمكن تلقى أكثر كثافة بالنسبة لأصحاب البشرة السمراء من العراقيين في البصرة. وطبعا هم أتوا بيهم للأسف كعبيد إلى البصرة، وبالذات بسبب ملوحة الأرض بسبب يعني فيضانات الأنهر، فكانوا يستغلون العبيد هذه من أجل بذل الملح ماكو. فتلقى في البصرة بعض الأحيان تلال خضرة بس هي في الحقيقة كانت كلها ملحة وغطتها التربة وصارت خضرة، كانت تلال من الملح. هذه المدينة لها رونق، لها خصوصية خاصة بها، طبعا بها جمال طبيعي خلاب. يعني بالفعل أنا بيت عمتي مثلا بوب الخصيب وقريب على جيكور مدينة السياب، فلما تروح لما كنت أزور بيت عمتي بوب الخصيب والمغرب مثلا وشوف غابات النخيل هذه والأنهر وغروب الشمس، يعني منظر حقيقة استثنائي. فتفهم لما السياب يقول في إنشودة المطر عيناك غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتاني راح يان عنهما القمر، تشوفه قدامك فتفهم ليش السياب يعني يطرح مثل هذه الرمزية الجمالية. فهذه هي تعبر باعتقادي، هذه الجملة تعبر عن جمالية البصرة، جماليتها الطبيعية وجماليتها أيضا 500 ديمغرافية. يعني أهل البصرة بشكل عام معروف أنهم ناس جدا طيبين وكرماء وبسيطين، وللأسف أحيانا تتم يعني استغلال هذه الطيبة وهذه الفطرة عند الناس هذه، بس ناسهم طيبين مسالمين جدا، يرحبون بالغريب، ما عندهم مشكلة مع الغريب أيا كان هذا الغريب. يعني الانتماء إلى الوطن وجذور الوطن تمتد بعمق التاريخي والطبيعي والاجتماعي وتتجذر في شخصية الإنسان، في ذاته، في سلوكه، في نفسيته، في عقليته، في ذهنيته، في تواصله الاجتماعي. يعني أنا مثلا لحد اليوم في أي مكان أعيش لما أتواصل مع الآخرين أتواصل وياهم كعراقي بصلاوي بغض النظر عن المكان اللي أعيش فيه أو الجنسية اللي حصلت عليها وشيء من قبيل، ولكن من خلال سلوكي يعني حتى الآخرين يعني في دول أخرى يشعرون بأن سلوكي يعني تواصلي الاجتماعي وياهم يختلف. فهذا الاختلاف هو جذرة هذه يعني اللحظات اللي يعيش الإنسان في طفولته ومراهقته، واللي أهم مرحلة في حياة الإنسان لأن هي اللي تشذب شخصية الإنسان. يعني كل ما يحدث بعد ذلك يعني هذه السنوات الأولى تنطبع في ذهن الإنسان وفي نفسيته، وكل ما يحدث بعد ذلك هو عملية تجذيب لهذه اللحظات. فبالتالي تقدر تقول الوطن وياك وين ما تروح، سواء كنت عايش في نفس المكان أو خارج المكان اللي انت بيه هو موجود. الحروب والحصار والاحتلال الامريكي للعراق والاحتلال الايراني اللي اجى على ظهر الاحتلال الامريكي ادى الى استنزاف موارد هذه المدينه وتهميش سكانها وتفريغ جزء من سكانها، تهجيرهم لاسباب طائفيه وبذلك من اجل قتل التنوع، يعني سواء كانوا مسيحيين أو بين قوسين سنين. طبعا أنا ما استخدم هذه المفردات بس هذه الخطاب الطائفي، وفرض زي موحد عليها، زي أسود، زي الحزن، زي الموت، ثقافة الموت اللي أتت بها بلاد فارس إلى البصرة. فأهملوا البيئة، يعني حرفيا الأنهر جفت تحولت إلى مراكز قمامة. الجمالية الطبيعية للبصرة نتيجة للإهمال يعني دمرت، ما تلقى نخل أو قلة نخل مثلا. مثل ما قلنا جمالية المدينة الديمغرافية نتيجة للتهجير فقدت هذا الحس الاجتماعي الإنساني التاريخي. فللأسف يعني أكو مقولة تاريخية تقول بعد خراب البصرة، طبعا هذا في العصر العباسي،
نفس الشيء يعني التاريخ يعيد نفسه. مرة على قولة مفكر ألماني ماركس، التاريخ يعيد نفسه مرة كمأساة والأخرى كمهزلة. فما حدث هو بالفعل مهزلة، بس بمعنى مأساوي يعني بطعم مر. نقدر نقول بأنه البصرة كنموذج لما حصل في العراق من تدمير وتهجير وتغييب وقتل وسرقة وفساد، لأن هي العمود الفقري للاقتصاد في العراق، وأيضا تدمير الطبيعة. يعني لاحظ أنت بالواحد وتسعين السلاح الجوي الأمريكي كان يقصف المدينة، يعني بحرب الخليج الثانية 91 كان يقصف المدينة بقنابل برؤوس يورانيوم، ماكو مطعمة باليورانيوم. هذه أدت إلى يعني مئات الألوف من حالات السرطان عند الأطفال كذا بالعراق، ولدوا معاقين أو شيء لحد اليوم. ومن ثم طبعا 2003 بعد الاحتلال. فما أصاب البصرة من كوارث وتدمير طبيعي وبشري اقتصادي وسياسي واجتماعي، كل هذا يعني جسد لك مأساة العراق كلها تجدها في البصرة. والبصرة اللي هي أغنى مدينة في العراق وخيرات العراق معظمهم من عندها، هم يمكن أفقر ناس بالعراق. يعني أهل البصرة الآن مهمشين وتم إقصاهم من خيرات البصرة. يعني تروح مثلا لحقول النفط او تروح للموانئ ما اعرف ايش، ما تلقى بصراوي يشتغل هناك، تلقى مثلا من جزيات اخرى، ايراني افغاني هندي، معبر للمخدرات وللاسلحه للميليشيات ولتجارة البشر واعضاء البشر وكذا، كلها تمر من هذه المعابر الحدوديه. فتقدر تقول البصره هذه اللي كانت بوتقه اجتماعيه ثقافيه حضاريه اللي كانت خلينا نسميها الواجهة الجميلة للعراق. يعني أي بالماضي تعرف الإمبراطوريات من الإغريقية والرومانية إلى الإمبراطورية البريطانية وغيرها كانت تأتي عن طريق البحر، أساطيل البحر، فهو ما تجي طبعا إلى البصرة مو هالشكل، فكانت هي واجهة العراق وهذا جمالها. يعني حتى وصفت بأنها بندقية الشرق يعني مقارنة ببندقية في إيطاليا. الآن أصبحت بندقية حرفيا، كاتيوشا للميليشيات، إنما ليست المدينة الجميلة ساعة السحر. مأساة العراق تكمن باعتقادي بأن العراق يمتلك كل الموارد الطبيعية والبشرية من خبرات ومؤهلات وإمكانيات وكفاءات ما يمتلك أي مجتمع في المنطقة حقيقة. وبإمكان هذا البلد بموارد الطبيعية والبشرية أن يبني دولة واقتصاد وتنمية ويرفع مستوى المعيشة للفرد العراقي أفضل حتى من دول الخليج. ولكن للأسف هي هذه منظومة الفساد والميليشياوية الإيرانية هي اللي واقفة كحجر عثر أمام هذا المشروع. ولذلك أنا أتوقع في الفترة القادمة أن هذه المنظومة ستسقط، هي سقطت فعليا سقطت، ستسقط وستكون هناك مرحلة انتقالية حتى تأخذ العراق إلى مسار آخر. وأنا أعتقد في خلال يعني سنوات بسيطة بإمكانيات العراق وإمكانية شباب وشاباته أن يعيد بناء نفسه ويصبح مو مجرد يعني قوة إقليمية إنما أكثر من ذلك. وكل خلينا نسميها العوامل والعناصر الأساسية متوفرة، فقط تنظيمها ووضعها في رؤية صحيحة هو هذا ينقل العراق إلى بر الأمان.